النقل كان أيضا من القطاعات المتفاعلة بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي. صباح الخير روان عليك وعلى المشاهدين. صباح النور. بالطبع نتوقع اليوم افصاح شركة ناقلات، من المتوقع أن يكون أرباح الشركة هي في نمو على نفس نسق الربع الأول، يعني إذا نظرنا إلى الربع الأول حققت الشركة أرباح قياسية ونمو حوالي 14%، وهو بالمناسبة نمو تصاعدي خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك لأن الشركة تجاوزت مراحل صعبة خلال الفترة الماضية أثناء جائحة كورونا، والآن مع عودة الاقتصادات ورفع القيود التدريجية يعني ستشهد الشركة زخما كبيرا. أيضا يعني الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية نقل إدارة وتشغيل عدد من السفن من الشركات الكبرى، يعني الآن اسطولها يضم حوالي 74 ناقلة، وأيضا مدعومة باتفاقيات البيع والشراء التي نظمتها قطر البترول خلال الفترة الماضية، كلها ستجني ثمارها خلال الفترة المقبلة. نتوقع اليوم إفصاح ناقلات أن يكون نمو على نسق تصاعدي مثل ما حدث خلال الربع الأول وخلال السنوات الأربعة الماضية.